يا ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم بز وط البيز يا ولد وعليلي البيت سمعني صوت عيار وسقف وحبه زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما زكعت على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفلتي من الناقه مش بودره وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان علامة جاهل او خريج فرير يطيع الكبير يتكون محدود في بطن بير Objection. Objection. Loves the cake and I'll be then your own the please just give yourself a break you can't even battle me 101 Mr. Fake my rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسول جابوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع ما ينفع جزرة وقطمها جحش يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم نورت بيتك ومطرحك يا سجوني ايش يعتير انتك؟ ابوي عم يتعزم في قبره وانت عم تزغرتك في البهيمة؟ الناس تقول علي ايه؟ معلاش يا اخوي والنبي ما قصديش هي بس الفرحة بقدوم اخوك جوني نستني حقك علي يا كبير ثانية واحدة مراتك؟ ايوه بلزك انتوا فاكرين هعمل ايه؟ انا كنت بس حبوسها تبوس مين يا دي مخبل انت؟ انت فاكرها خالتك
اثنين اقعد اقعد. اسمك ايه؟ هدية. اسمي هدية. So cute. I love your style. Your hair. اثنين ليمون يا فزاع. لحسن القعدة شكلها هتطول وتحلو. أمر جنابك. اثنين ليمون يلي في المطبخ. اثنين ليمون ايه يا جحش يا ابن الجحش؟ أيوة صح، ليمون يهدي. أنا موصياهم يحضروا العشاء. بقول لك ايه؟ ما نكسرش غباوي. قسما بالله اللي هينطق عتوية. تعال لي انت عاد يا بسكويتي. يس برو. لا والنبي كلمني عربي عشان بخاف. بتخاف لي برو؟ يعني اخويا. انا اسف ما عرفتكوش على بعض. ده توماس ماي بيست فريند ومدير اعمالي. دي اشلي اخته واخته، بس هي شفتك معنا فجبناها هنا معنا. ما يضرش قصروا. عاوز ايه؟ بص من الاخر كده، انا جاي النهارده عشان زي ما بيقولوا في الامثال المصريه عندكم القديمه، نلم حاجه كده نحطها على حاجه تاني. ايوه نلم الموكوس على خايب الراجع. لا لا انت تسكت خالص، انا ما كلمتكش، انا بكلمه هو. قصدي نلم تو كانتريز، كانتري نحطها على كانتري تانيه. قصد اسم الله على مقامك تلم الشامع المغربي، بيقول لك كانتريز. اكزاكتلي. ما شاء الله انت، غير انك ستايلك تحفه كمان ذكية. يا مصبر الوحش على الجحش. كام داون برو، تشيل. يعني لازم نبقى هادين واحنا بنتكلم في موضوع الميراث. ميراثي ايه؟ ميراثي ايه؟ انت قاعد مع كيس جواف وياك. اي حد معدي يقول لي ليه فرصة ابوك اقول له اتفضل وصدقه، لاني طخه وطخه ثاني كمان. ما هيبقى مات اوريدي، ايه البوينت؟ انت عايز تقنعني ان دادي ما قالكش؟ لا حكالي يا خفيف، حكالي، قال لي ليك اخ واحد بس، مش برص وخنفستين. احنا خنفستين؟ يعني هو انا اللي برص؟ ليش عرفني؟ مش يمكن تكون جاي رامي بلي؟ حقك دي معك حق فيها. توماس يا جيرن بوي. اوكي بص يا كبير، دي شهاده ميلاد خرجت من مكتب صحه كلود بيك باسم جوني الكبير قوي وبنفس تاريخ ميلادك. ده تحليل الدي ان اي من تكساس بيثبت ابوه الكبير قوي لجوني، ودي البصمه الوراثيه لجوني ولسيد الوالد، والاثنين متطابقين تماما. الشهادات دي كلها معتمده من الام بي اي او منظمه الصحه العالميه. الورق ده تبل وتمسح به لا مؤاخذه. ها ها قفاك اذا كان كده. معلش ده انا طخكم والدبان الازرق ما يعرف لكوش طريق جره. ايه طخنه دي؟ انت شايفنا فرخات قدامك؟ ما تخلينيش اوريك الوش الثاني، انا ممكن اوريك الويل وظلام الليل. او ماي جاد ده ارهاب. ما تنساش اني امريكان سيتيزن، وممكن بتليفون واحد للسفاره اقلب الدنيا ابسايد داون. يا جماعه صلوا على النبي، كده ده انتوا اخوات. خلي الجماعه يريحوا في اوضه الضيوف واحنا كمان نطلع نريحوا في اوضتنا عشان احنا تعبانين طول النهار. طبعا ما تغمزي لي ليه؟ حفهمك فوق. ادينا فوق اهو. عاوز ايه؟ اهدى بس يا كبير، كده ووزنها بالعدل، ده ممكن يقلب الدنيا زي ما قال ابسايد داون. ده امريكاني امريكاني. وانا مزاريطي مزاريطي مزاريطي، وممكن ازريطها اللي فيها واجيب عليها واطيها وفوقيها تحتيها كمان. شوف يا كبير، لو خلصنا عليه دلوق ايه اللي هيحصل؟ كل خير. لا مش كل خير طبعا، اكديها هتتقلب علينا الامم المتحده، ودولك ما بيتفاهموش يضربوا النووي عدل. نووي؟ طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ اسيبه ياخد نص الورث؟ لا مش النص، هو يعرف منين قديه ورث الكبير قوي. قصدك اديله حسنته وبعد كده اصرفه. الله ينور عليك، ولا يؤذينا ولا نأذوه. يا بقرة. يا فزيا صباح الخير يا كبير. صباح الزفت على نفوخك. نهارك ابيض. انا مش قلت لك ياض ما تغفلش عينيك من عليهم؟ حصل جلابك وعينيا ما غفلتش عينيهم لحظه. لا يا شيخ، وهم فينهم دلوقتي؟ صحيوا من نجمه وسافروا. بوه هتتكلم صح يا صح؟ صح يا كبير، هم قالوا انهم هيروحوا ياخذوا الراوند. هياخذوه منين غير من محطه القطر؟ انت متاكد يا دي انهم قالوا هياخدوا الراوند ده؟ امال ايه؟ سمعهم بوداني دول يا كبير.
غاروا في 60 داهية. أنا قلت كده برضك ما يستحملوش عيشتنا وناموسنا وجاموسنا. غرياض غرياض خليهم يحضروا لي الفطار ويبعثوا لي في البلكونة. أمر جنابة، نحضروا لك إيه؟ عايز النهاردة كنت ننتل. اسمع يا ود الناس، ابويا الحاج قبل ما يموت بخمس سنين ادمن القمار. ريلي الكبير قوي واز جامبلر وفلاتي كمان، والناس كلاتها يا حبه عيني كالضحكه عليه. ما طولش عليك، المرحوم قبل ما يموت كان مشارك في دوره ويننج 11 وكان لاعب على الارض والدوار، والناس اللي كسبت الرهان كتر الف خيرهم فيتينا في الدار دي عقبال ما نلقوا مطرح قانون جديد. سو ربنا ألهمني بفكرك ده، دسيت عنيهم اسم الله على مقامك كم جاموسي على كم بهيمة عاملين 38 ألف جنيه وريال، حقك فيهم بشرع الله 19 ألف جنيه وبريزة بالتمام والكمال كده. توماس جيرم بوي. أوكي، آخر حصر لأملاك الحاج كبير قوي تم رصده من خلال مصلحة الضرائب لسنة 2010 وهو كالآتي: 12 فدان على الترعة، 10 فدادين ورا الترعة، ده بالإضافة للترعة نفسها، 5 جناين ليمون، 5 جناين برتقان، 5 جناين موز بلس الدوار، و10 أبراج في طوابق فيصل. الفدان على الترعة بيعمل 300، والفدان ورا الترعة بيعمل 200، والجناين والأبراج والدوار يبقى كده كله على بعضه about 6600. أنا هاخد 3 بس. 3 إيه؟ 3 مليون جنيه؟ قالوا لك عني داقك زرازير إياه. ده انا طخك وطخ نفسي قبل ما اديك 3 جنيه. النووي يا كبير، والله لما يكون ايه؟ اعقل يا كبير، ده فيها خراب، اكده هيعملوا حصار وهيقطعوا الكورن فليكس عنينا. اوه، وحقه كده كده بالمحاكم هياخده. فزاع. امر جنابه. هات دفتر الشيكات. جاهز يا كبير، تفضل. بالضبط. يلا يلا ساعدهم، مستعجلين، لم خلقاتهم عشان يلحقوا يروحوا. وانت يا اشرف ادي الطنبيل بتاعهم غسله نظيفه كده. تمر يا كبير. بس انا مش ماشي دلوقتي. ليه ما مشيش؟ لسه بعيد حقي. حق ايه يا ابو حق انت؟ توماس. اوكي، ده تقرير من المستشفى بيؤكد ان جوني اكبر منك باربع دقايق، وبمستند زي ده ممكن ناخد حكم في منت. بارك لي يا كبير، هبقى نيو عمده. او ماي جاد. والعمليه يا كبير دلوق، مفيش غير واحد بس هو اللي هيخلص الموضوع ده. هو مين ده؟ ابو الليل. ابو الليل؟ مين ابو الليل ده؟ عزرائيل الصعيد. أكبر عدد جثث كان على يده، كان عامل هاي سكور على هتلر ذات نفسه. باه، وإيه كمان يا كبير؟ القتل عنديه ما كانش مجرد دم وخلاص، لا ده كان فنان، فنان صح. وبيختفي في لمح البصر، ولا حد شي يعرف له طريق ولا حتى صديق. طب وده هتوصل له كيف يا كبير؟ أنا الكبير يا هتيرة، وأبو الليل ده كان حيا الله واحد من تلاميذي، أبو صميدة، أبو خليل، أبو سعيد، أبو الليل. ها، ألو مين؟ أنا الكبير رياض. الكبير يا ولد اللزيكة، عاش من سمع حسك يا كبير. الله يخليك. أسمع، أنا كنت عايزك تخلص لي مصلحة كده. أهنين عليك يا كبير. قول لي يا عم جابر، فين هنا بيبيعوا دايت شوجر؟ بس أنا عامل دايت. يا جوني بيه، محدش بيبات من غير عشاء.
عم جابر في هنا اي تي ام؟ يعني لازم من اللي انتوا بتقولوا عليه ده، ما البلد مليانه ظافر، كله ظافر ظفر. اها وانا كمان يا عم جابر محتاجه جدا اقف. حتى انت يا بنتي، ده انت من ساعه ما اندليت البلد هنا وانت زهقانه على طول. ما تشوف يا جوني بيه، شوف صاحبتك مالها زهقانه مننا ليه؟ اوف يا عم جابر اوف، كلنا عايزين اوف. استغفر الله العظيم. حتى انت بص يا عم جابر، انا هقول لك الاوف ده رصاص بيترص للحد من خطوره الناموس. ما تقوله فلت. ده طشت اسوان من اول البلد لاخرها، وعاوز كباب قزاز من الغاليه قوي، واربعين خدام على الاقل يلفوا كيف النحل يخبط الناس كده، وشوف لنا عشره فوقها من الجامدين قوي دول بتوع شرايط الكسل. يعني من الاخر عاوز العزه ده يبقى ولا ادحى فرح فيك يا بلد. Man, I love this country. Shopping here is like انت ايه؟ انت ميته؟ انت كيف؟ هي يا عم الاوفر في ايه؟ Listen، انا فكرت كويس، لقيت اني مش موافق اني احكم country البيبل اللي فيها مش هم اللي مختاريني، عشان كده قررت اني اعمل انتخابات نزيهة بيني وبينك، ولا يختارون الناس هيبقى هو العمدة. Peace بيسين ثلاثة. سو كيوت، يعني صورة تاتشي وفي نفس الوقت بص انا اشعرت. جوني دي اول خطوه في حملتنا الانتخابيه علشان الناس تتعود على شكلك وتحفظ اسمك، عشان كده احنا عايزين نقعد مع الناس نتكلم معاهم نكسبهم. يو نو عم جابر، لا انت تقدر ترتب لنا الموضوع ده مش كده؟ ان شاء الله. شوف انتوا عايزين ايه وانا عينيا لود الغالي. ثانك يو براذر، هو ده اكزاكتلي العشب. جريت عم جابر، احنا عايزين نعمل كونفرنس ميتنج مع اهل المزاريطه. ومال نجيبوه؟ نجيب مين يا عم جابر؟ بقولك عايزين نعمل كونفرنس، قولي بس نعمله امتى. شوف حضرتك، انتوا تكتبوا كل حاجه انتوا عايزينها من الرزخانه وانا اروح اجيبها، بس كتبوها كلها في ورقه واحده عشان يبقى مشوار واحد. اه يا ثانك يو يا عم جابر. اي اشلي فين؟ لوك اهي هناك اهي بتلعب المعزات الصغيره والايجيبشن بيتس. شي سو كيوت حبيبي يا ويردو. بتكلمني؟ لا بكلم الصورة اللي وراك يا خفيف يا فاني. تعال هنا. أمور يا سيدي الناس. في ايه بالظبط؟ من ساعة ما خرجنا وانت مراقبنا وكل ما ابص لك يعمل لي كده. في ايه؟ انت اهبل ولا عاوز حاجة بالظبط؟ حادي؟ حادي ايه؟ والله ما عاوز حاجة يا سيدوني. يبقى اهبل اهبل. امال انت عطرنا ليه من ايه ده؟ انت عارف اسمي كمان؟ سيدوني، ده انت اللي ما يعرفك يدهلك. هاي ثانك يو براذر. انت اسمك ايه بقى؟ هدرس. هدرس 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 هدرس. انت بيور ايجيبشن وات ايفر. قول لي انت متابعنا ومراقبنا ليه بقى؟ والختمه الشريفه ما فيش غيرش بس انك عاجبني. او ماي جاد. انت متجوز؟ لا 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 لا، وطبعا ولا خاطب ولا مصاحب ولا ليك اي علاقه بالفيميل. ايه النساء؟ ايه ايوه ايوه ايوه. في هيام. هيام ده نوع العلاقه ولا الـ الـ الانثى؟ ايوه طبعا نتايه طلقه. ثانك جاد طلع ستريت. ويلكم باك. شفت يا جوني بقى ليك فانز، عندك معجبين. هدرس ام توماس. وعايز احنا كنا عايزين نقعد مع الناس نتكلم معاهم اهل المزاريطه. قولي ممكن نقدر نعمل ايه؟ سهله قوي. yeah. يا ناس يا اهل البلد تعالوا كلموا سيدوني. يا اهل البلد. لا ده اهبل اهبل. تعالوا كلموا سيدوني. Good morning everybody. What's up؟ اصدقائي مستر جوني مش عاجبه حال البلد. طب انتوا عاجبكم؟
عشان كده هو عايز يعمل حاجات كويسة جدا مفيدة تفيدكم وتفيد البلد. Exactly. وعشان كده هو قرر انه يعمل انتخابات نزيهة ما بينه وبين اخوه الكبير وبيدعوكم كلكم Everybody. علشان يناقش معاكم برنامجه الانتخابي. ايه رأيكم يا رجالة؟ هو ده ينفع سجوني عمده؟ طب لو سجوني كسب الانتخابات هيعمل ايه يعني؟ لا هعمل من ناحيه هعمل هتعمل ايه يعني؟ هعمل يعني لازم احرقها دلوقتي. انت راجل نفسيه باين عليك واوفر قوي جوني. بص خلاص بقى يا عم جابر. نعم. فين الهدايا الشيك الغاليه اللي احنا جايبينها علشان نوزعها على الناس الطيبين دول؟ حاضر. بس ده مش هنديله حاجه. خلاص انت مش هتاخد حاجه انت بالذات. خلاص بقى يا جوني. يا جماعه مستر جوني هيرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم بكره الصبح من الساعة 9 للساعة 11 AM في البرنامج الانتخابي. وبليز يا جماعة كلكم هاتوا أولادكم الصغيرين عشان في مفاجآت كتير وهدايا. بحبكم كلكم. لا ريلي بحبكم. بيس. قال انتخابات نزيهة قال. في المزاريطة ماشي يا ابن الحجة فوكس. أنا قد مش فايتك العشية بنتكلم عن الانتخابات. لحقت تعمل كل ذي هميته. واه 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 الواد كأنه مخاوي يا فزاع. مبسوط هذه آخرة العقد. فزاع فزاع. ايوه يا كبير. امور جنابك. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه دي فلينه. ما تصدقش يا كبير الناس كلها في السوق هتقطع بعضيهم على فلينه اللي ما لاجوني بيه. اعطاني تنين. جوني ايه؟ ما بلا ماخده يا كبير. ايه المكتوب على الفلينه دي؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكم اسود ومهبب يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجالة في المخزن. قدامك 10 دقايق غور ولا عيتأخر عمسك السلك عريان.